مرحبا، بالفيديو الماضي حكينا عن اليونت فيكتور وتعرفنا على اليونت فيكتور واثبتنا انه لهم فعليا مقدار بيساوي واحد. تمام، على سبيل المثال لو افترضنا انه في عندي فيكتور، تمام، هذا الفيكتور اسمه A. تمام، الفيكتور A له تمام كومبوننت باتجاه الزد، تمام، وله كومبوننت باتجاه الواي. تمام، وبدي ارسم هذا الفيكتور، لو بدي ارسمه ايش حيكون؟ حيكون زي هيك، تمام؟ عندي هاي هذا الكارتيجن كوردينيت، طبعا انا ما بدي ارسم الاكس اكسس لانه مش بحاجه له، فافترض انه افترضنا انه هذا الواي وهذا الزد، اوكي؟ وحكى لي انه والله قيمة الاي زد هيها هون وقيمة الاي واي هيها هون. تمام، شو بدي اعمل؟ بدي ارسم زي ما حكينا، بدي من هاي النقطة بدي امشي في اتجاه الاي زد لهون، بعديها في اتجاه ايش؟ امشي في اتجاه الاي واي زي هيك. يعني لو امد خط من هون وامد خط من هون، تمام، نقطة الالتقاء حتمثل من عندها للاوريجين هي عبارة عن الفيكتور يلي بدي ارسمه. تمام، فاذا هذا هو الفيكتور اي. تمام، طيب هلا لو انا مثلا، تمام، بدي اطلع طول هذا الفيكتور، تمام، او الماجنتيود لهذا الفيكتور. حكينا اذا انا بدي اطلع الطول، او حكينا انه الطول، تمام، او النورم او اللينث، تمام، للفيكتور عباره ايش؟ زي هيك بحطه بين ابسولوت فاليو. فاذا اطلع ايش الطول تبع هذا الفيكتور، يعني من هون من هاي النقطه لهاي النقطه، شو بدي اعمل؟ طيب اذا لو بدي اطلع طول هذا الفيكتور، تمام، بدي احط بين ابسولوت فاليو زي هيك. هلا انا بعرف او بلاحظ انه في عندي هون هاي المسافة، تمام، من هاي النقطة لهاي النقطة طول هذا الخط من هون لهون عبارة عن ايش؟ اي زد، تمام، ومن هون لهون هاي كلها عبارة عن اي واي. طيب لو اطلع الخط الاحمر هذا كامل ارسمه وارجع ارسمه هون، تمام، بلاحظ شغلة انه صار في عندي مثلث قائم الزاوية، تمام، مثلث قائم الزاوية هاي عبارة عن قيمة الـ A Z لأنه هاي موازية لهاي، تمام؟ أوكي، وهاي A Y وهذا طول الفيكتور A. تمام، هلأ أنا بعرف حسب نظرية فيثاغورس إنه الوتر، تمام، طول هذا الوتر، تمام، هو عبارة عن جذر لهذا الضلع تربيع زائد هذا الضلع تربيع، أو إنه الوتر تربيع يساوي الضلع تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. يعني طول الفيكتور، تمام، تربيع بيساوي A Z تربيع زائد ايش؟ A Y تربيع. فبالتالي إذا بدي الفيكتور A طوله لحاله يساوي جذر ال A Z تربيع زائد A Y تربيع، تمام؟ فبالتالي لو أنا بطلع طول الفيكتور، تمام، مباشرة، تمام، بحط ايش؟ مركبة ال Z ومركبة ال Y وبربع كل وحدة منهم وبعدها بجمعهم بطلع ايش؟ السكوير روت لإلهم. تمام، بس هل فعليا لو نجي للحياة أو للواقع، هل أنا في عندي إشي بس في تو دايمنشن؟ يعني هل كل الفيكتور عندي بس في الزد في الواي؟ فعليا لا، الفيكتور إيش؟ ممكن يكون إله أي إكس، تمام، في اتجاه الإكس، وإيش؟ واي في اتجاه الواي، وإيش؟ زد باتجاه الزد، تمام؟ طيب أنا كيف ممكن أطلع ايش الماجنتيود، تمام، او الابسولوت فاليو لما يكون في 3 دايمنشن؟ تمام، بكل بساطه، تمام، الفيكتور اي حيكون طوله بس بضيف الكومبوننت اكس وبربحها هون، يعني حتصير زي هيك، حتصير اي اكس تربيع زائد اي واي تربيع زائد اي زد تربيع، وهذا فعليا اللي حكى لنا اياه فيثاغورس في نظريته. تمام، طيب اذا صار في عندي شغله، إذا أنا بدي أطلع طول الفيكتور شو بسوي؟ باجي بمسك الكومبوننت اللي في اتجاه الإكس وبربعه، والكومبوننت اللي في اتجاه الواي وبربعه، والكومبوننت اللي في اتجاه الزد وبربعه. طيب نيجي ناخذ مثال عشان توضح الفكرة. طيب حكى لي إنه والله الفيكتور A بيساوي 2A هات X زائد 3A هات Y، تمام، ناقص 2A هات Z، تمام، بحكي لي find the magnitude of ايش؟ فيكتور A. بدي اطلع له ايش؟ طول الفيكتور A.
يعني الفيكتور A كطول شو بيساوي حكينا؟ AX تربيع زائد AY تربيع زائد AZ تربيع، تمام؟ طيب هون الـ AX هاي لو نيجي الـ AX هي عبارة عن هاي الـ component، تمام؟ إذا حتكون تساوي جذر الـ 2 تربيع زائد الـ AY اللي هي هاي 3 حتكون عبارة عن 9 أو 3 تربيع اللي هي 9 زائد اللي هو الـ AZ اللي هي عبارة عن ناقص 2 ناقص 2 تربيع، تمام؟ وتساوي اللي هي عبارة عن 4 زائد 9 زائد 4 تطلع كم؟ جذر ال 17. هذا هو فعليا طول الفيكتور A، تمام؟ طيب لو ناخذ كمان مثال، لو في عندي فيكتور B تساوي تمام 2 AY ناقص 3 AX، بحكي لي find the magnitude for vector B. شو بدي اعمل؟ مباشرة باجي بمسك 2 تربيع زائد 3 تربيع بدون الماينس، لأنه على جميع الجهات الماينس حتروح، فبتصير عبارة عن 4 زائد ايش 9 بصير جذر ال 13، تمام؟ لهون بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، إن شاء الله تكون الفكرة وصلتكم، وبنشوفكم بالفيديو الجاي.